ومعنا من بغداد مراسلنا علي أسد حول القصف الجوي الأمريكي. علي، ضعنا في آخر ردود الفعل حول الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع غربي الأنبار. نعم علي. نعم، يبدو أن الاستهدافات الأمريكية المتوالية على الأراضي العراقية تقوض بشكل واضح عمل الحكومة العراقية. الحكومة منذ بدء الاستهدافات تحدثت عن هدفها الأساسي وهو حماية السيادة العراقية والتوجه صوب السبل القانونية وكذلك الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالاستهداف المتكرر للأراضي. يعني يوم أمس ما شهدناه من هجمات على الحدود العراقية ربما ينظر بهجمات أخرى في داخل البلاد، كما تعرضت له محافظة بغداد عند مطلع العام الحالي من استهداف لمقر الدعم اللوجستي للحج الشعبي، وكذلك الاستهدافات المتكررة بالنسبة لمحافظة بابل، ونتحدث هنا عن جرف الصخر. البيانات الحكومية جاءت واضحة وغاضبة بشكل كبير من الاستهداف الأمريكي، خصوصا بعد حديث البيت الأبيض يوم أمس أنه أخطر الجانب العراقي بهذا الاستهداف قبل مدة، لكن كما اتضح من بيان الحكومة العراقية بأن الحكومة ليس لها علم بما جرى وأن الأمر هو تدليس وكذلك كذب على المجتمع الدولي وتنصل عن الجنبة القانونية التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجوم يوم أمس. بالتالي هذا العمل يقوض عمل الحكومة العراقية الساعية إلى إيصال هدنة وإيصال حل مع ما تتعرض له القواعد العسكرية الأمريكية وكذلك الرد الأمريكي بشكل دبلوماسي هادئ، لكن أصوات المتفجرات وكذلك الاعتداءات المتكررة التي قد تستهدف محافظات عراقية أخرى بالتأكيد سوف تقوض عمل الحكومة العراقية، وجاء ذلك واضحا من خلال البيان الحكومي مع دعوة ورغبة العراق بالابتعاد عن منطقة الصراع الدولي التي تحاول الولايات المتحدة وكذلك أطراف أقليمية أخرى زج العراق بأزمة في المنطقة ينأى العراق منها. العراق له تجارب كثيرة مع الحروب وبالتالي يحاول إبعاد نفسه عن هذه الأزمة، لكن ما تعرض له أمس من هجمات سواء على الجانب العراقي والجانب السوري قد يعيد العراق إلى المربع الأول. أيضا هنالك بيان للجنة الأمن والدفاع النيابية في داخل مجلس النواب دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه استمرار خرق السيادة العراقية ولضرورة حماية المقرات الأمنية، داعية العراق إلى التوجه صوب مجلس الأمن وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الاستهداف وكذلك مجمل الاستهدافات بعمل تقرير متكامل عن ما تتعرض له الأراضي العراقية من تهديد يعني على وخرق واضح للسيادة العراقية. كذلك دعت إلى تطبيق قرار مجلس النواب العراقي الذي صوت في وقت سابق على سحب القوات الأمريكية من العراق وخصوصا القوات القتالية، مع مساعي الحكومة العراقية إلى إكمال عملية الاتفاق مع الجانب الأمريكي بسحب هذه القوات القتالية. لكن بحسب بيانات البيت الأبيض وبحسب المؤشرات الأمنية الموجودة لدى الخبراء وكذلك لدى حديث الجهات المسؤولة في البيت الأبيض يبدو أنها سوف تستمر بهذه الهجمات على سواء في الأراضي العراقية أو حتى على الأراضي السورية لكبح جماح القوات أو الجهات التي تقوم باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية، وخصوصا يعني هذا الرد جاء بعد الاستهداف الذي حدث للقوات الأمريكية في الأردن، وبالتالي المؤشرات تقول أن هنالك مزيد من الاستهدافات. لذلك الدعوات تأتي للحكومة العراقية بتفعيل الأدوات الدبلوماسية وكذلك الحوار المباشر مع واشنطن من خلال وزارة الخارجية ومن خلال الحكومة العراقية لإيقاف مزيد من الخروق الأمنية التي قد تحدث وقد تخرج الأمور عن نطاق السيطرة سواء كان للقوات الأمريكية أو حتى للقوات العراقية. نعم علي أسد مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.